دولة يمكنك قطعها كاملة سيراً على الأقدام في نحو 56 دقيقة، فمساحتها تعادل مساحة سنترال بارك في أمريكا. رغم كونها بلا جيش، فهي الدولة الأكثر أماناً. تعرف على موناكو، مقصد السياح والأثرياء من جميع أنحاء العالم. هي ثاني أصغر دولة في العالم بعد الفاتيكان، وهي أكثر الدول كثافة سكانية بالنسبة إلى مساحتها. تتكون موناكو من مدينة واحدة فقط، هي مدينة موناكو، تقع في غرب أوروبا وتحودها فرنسا من ثلاث جهات. أما الجهة الرابعة فتطل على البحر الأبيض المتوسط. تبلغ مساحة موناكو كيلومترين مربعين وعشرة آلاف متر مربع، وهي مساحة سنترال بارك في مدينة نيويورك. ساعد تمتعها بمناخ معتدل على مدار السنة على زيادة إقبال السائحين عليها، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 26 درجة مئوية و8 درجات مئوية. من الطريف أن سكان موناكو الأصليين ليسوا أغلبية في بلادهم، يمثل الفرنسيون أغلبية بنسبة 28.4% من السكان، يليهم سكان موناكو بنسبة 21.6%، ثم الإيطاليون بنسبة 18.7%، يليهم البريطانيون بنسبة 7.5%، ثم البلجيك بنسبة 2.8%، ثم الألمان بنسبة 2.5%، والسويسريون أيضاً بنسبة 2.5%، وأخيراً المواطنون الأمريكيون بنسبة 1.2%، واللغة الرسمية هي الفرنسية، مع انتشار اللغتين الإيطالية والإنجليزية أيضاً. بالرغم من إعلان موناكو استقلالها، فإنها لا تمتلك قوات بحرية ولا جوية خاصة بها، حيث إن دفاعها العسكري يقع على عاتق فرنسا. لكن موناكو تمتلك واحدة من أكبر قوات الشرطة حول العالم بالنسبة إلى عدد السكان، حيث تبلغ نسبتهم 515 ضابط شرطة لنحو 36 ألف شخص، بالإضافة إلى قوة عسكرية صغيرة تقوم على الحراسة الشخصية للأمير وقصر الأسرة الحاكمة في موناكو. تتضمن 116 ضابطاً، وتهيمن السياحة على المجال الاقتصادي في موناكو. منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما افتتح أول خط سكة حديدية يربط بينها وبين فرنسا، وتزامن ذلك مع افتتاح أول كازينو للقمار في مونتي كارلو، لتصبح منذ ذلك الحين مقصداً للأثرياء، كما تعتبر ملاذاً آمناً للأجانب الذين يتهربون من سداد الضرائب في بلادهم بسبب عدم وجود ضريبة دخل شخصية فيها. تمتلك موناكو ثاني أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي في العالم، يبلغ معدل البطالة 2% فقط، وتحتل موناكو أدنى معدل للفقر في العالم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.